مستمعينا الكرام، مرحبا بكم على أمواج إذاعة من لا صوت لهم، راديو دي زونفو. أنتم في الاستماع إلى حصتكم الأسبوعية ما ننسوش نوبليون با. كما عودناكم في كل أسبوع، نتشرف باستقبال عائلة جديدة من عائلات المفقودين لسنوات السوداء، أي سنوات التسعينات. اليوم معنا سيد حريتي ساعد. مساء الخير سيد. مساء الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت والد المفقود حريدي فيصل. نعم حريدي فيصل زيد 71 الذي تم اعتقاله يوم 4 نوفمبر 1997. زيد 71 انسان خاطئ، يعني مشاكل، كان خدام هكذا يخدم عن نفسه، كان عنده قهوه، كاريو قهوه، وكيبطل القهوه يخدم روحه هكذا، يعني بريكولي يبيع لابياس، يشري لابياس تاع الطوموبيلات، يضرب راسه، ماشي مزوج، ما عنده حتى يعني مصروف باش يصرفه، لا ما عايش روحه. انسان خاطئ، يعني خاطئ الحساب، خاطئ المشاكل تاع صالون دي تي، قارو منه وقارو منه، ولا يعني انسان ما موش تاع السياسه ولا. وكان داوني انا يقول لي مشارك في الفيس ولا، نقول لهم ايه مشارك في الفيس، عندهم الحق يديوني. مي هو خاطئ، خاطئ ما عنده والو، عنده صالون ديتي، قهوه، قارو، يتبحبح، ما لا بالو بوالو بهاد الامور هذو. خطفوه به بالطوموبيل تاع عمو، اليوم ما بانش الطوموبيل تاع عمو. احكينا على يوم الاعتقال. هو اعتقلو على 4 تاع العشيه. العشيه على 4 تاع العشيه، بصح درك وين، في البير ولا في البور، هادو جوج حوايج. خاطر معاه وليد بوشريط هذا، خلاه المرسيدس تاعو عند واحد ميكانيسيان في الشراقه، وراح مع وليدي بالطوموبيل تاعو سوبر 5. امتى ما بانوش ما بانوش بين زوج. اليوم سقسينا ما كانش اللي عطانا معلومات، يعني ما كانش. جيت بنتي واحد المره تسقسي واحد الكوموندا، جاي يخرب شويه، قالوا له تحبس ولا انت ثاني تروح في اللعب. اليوم الاعتقال كان في الدار ومن بعد خرج. احكينا على يوم الاعتقال. كان في الدار عند جده. وين جده؟ تما في الدرعيه في السباله. كان خارج بالطوموبيل وتحبوا جده بزاف. كاد خارج قلت له هكا فيصل 20,000، اصرف 10,000 قهوي مع صاحبك وجيب لي 10,000 معي، واش تشري واش تشري ب 10,000. درت له يا دراهم 20,000. ملي راح ما ولاش، ما كنا ما ولاش من نوفمبر، 4 نوفمبر ما ولاش. سقسينا، بحثنا، سقسينا، عينا نجري، ما كاين والو. ما في يدخل الدار وما دخلش. كيفاش فقتوا له باللي تفقد؟ خاطر ما دخلش العشيه، ما دخلش، والطوموبيل تاع عمو يحتاجها، يحتاجها، سلف عليه وبليجي نسقيو عليه. مني هو ني طوموبيل ني علي بوشري تاني، هذا وليد بوشري تاني كيسقسينا، قال لك معاه ما ولاش تاني، ما جاش. هذاك النهار غدوه من هذاك اللي من هي، رحنا لليبيا، رحنا للشراقه، رحنا للبناكن، رحنا للدراريه بابا حسن، سقسينا كاع ما كانش، الدويره كاع سقسينا ما كانش. وكان نمثلو يعني هكذا برك واحد يخدم عقله، وكان لي رهاب الطوموبيل يلقاوها. احنا في الزحاوله كانوا يطيروا من رؤوسهم ويلقوا لهم في البلاكه باش يعرفوا هما ليه، مي هادو لا طوموبيل، خاطر الطوموبيل كي يديوها هما لا سيكوريتي يمشيو بلاك وقت، ما كانش اللي يحبسهم. داو يمشيو بها ويلعبوا بها كما يحبوا، الاخر يقتلوا بها الناس. ومن بعد غير ما كانش، اليوم ما كانش طوموبيل. اليوم انا ما بانتش الطوموبيل حتى اخبار، وواحد ما شافهم في كاش بلاصه، ما كاش اللي شافهم، ما كاش اللي ما من اللي شافهم يخاف يهضر، لي يهضر يديوه كيف كيف. ما جاتكمش اي معلومه؟ ما كانت حتى معلومه. لليوم حتى اليوم ما كاش. جامي جاوكم للدار؟ جامي حوسوا الدار؟ جامي كان عندكم مشاكل؟ نو ما جاو حوسوا، ما جاو سقسوا، ما والو. من هذاك النهار خلاص كلي مات، شحال من سنه ما سقسوش، ما حوسوش علينا. والطفل قلت لك خاطيه، ماهوش تاع الحوايج هذو، ماهوش في السياسه كاع، ماهوش السياسة، وداو هكذاك وخلاص. بالك على جال الصاحب اللي كان معاه، بالك كان تابع هو، قلنا هكذاك، قلنا بالك على جال صاحبه مرفه، بالك قلنا يطلبوا منه الدراهم ولا هذه في الاول. بصح ما بانش ملي يديو الدراهم ويطلقوه. كان على بالكم الدعوه، بالك حيطلبوا فديه دراهم. هذيك اللي كنا مخمين باللي هذا صاحبه هذا دوك يطلبوا منه الدراهم، يمدلوا لهم دراهم ويطلقوه. ما كان لا درهم، ما طلبوا لا درهم لا والو، قتلهم راحوا ما بانوش كاع لليوم. حتكم الحاجه الاولى اللي درتوها؟ الاولانيه قلنا له دي ما جاش، ديروا لي اعلان في كل بلد الاخر، جيبوا لنا الخبر. وليت قال لك ما كاين والو حتى خبر. رحنا للجدارميه
الدرك الوطني، رحنا للبوليس نتاع الدويره، رحنا للبوليس الشرقة، رحنا للسيدي محمد لان ديال السيدي محمد، سقسينا في كل شيء، ما كانت تخبر، ما كانش وما كانش اللي يقدر يقول لك بلي انا شفته ولا، وكان يجي واحد يقول لنا شفنو هم يديوه ثاني. كاين واحد كوموندا برك حب يسقسي شويه برك، قالوا له راح تطير، يلا غير تطير من بلاستيك. ايه سيرفيس محلف كان ذاك النوع ذاك الوقت، هذاك ماشي جنس، ماشي نتاعنا الجزائريين. ما كنتوش تستناو باللي وليدك يجي نهار وين يروح، لخاطش ما كانش عنده كامل دخل نيب السياسه، ما كنتوش تستناو في هذا النهار؟ ما كناش نستناو في هذه الحاجه هذه كامل. بالك لو كان انا شكيت روحي بالك يديوني كاش نهار ولا، مي هو ما كاين والو حشوش انسان بالدخان، صالون دي تيفيد ابراهيم ما على بالوش بوالو، الفرنك اللي يجيبو يصرفو. هاني نقول لك جي الدهم درت له 20,000، قالت له 10,000 صرفها و10,000 رجع لي شريها لي، ما عرفوش شريها شريها بالطوموبيل تاع وليدها تاع عمو، الطوموبيل تاع عمو اليوم ما كانش. نفرضوا لو كان نقولوا الارهاب، طوموبيل مال فين يديوها الناس، يديو الطوموبيل الناس في الكاريتوس، انا شفتهم وفي الحراس والاخر يديو الطوموبيل يخليوها له، يقولوا له راني خليناك الطوموبيل، ويخلي له الدراهم حق ما مشاو بها بليسانس، والا كيحرقوها تبان. ما كانش طوموبيل لليوم، ما كانش حومه، كانت هاديه، ما كانش داريه نعرفوها، ماشي سكان كما هانيه هايله. ما جاوش ما داوش من تم دراريه، ما داو من البيار ولا من البور، ما داوش تم دراريه، كانت هايله لاباس عليها، ما خصها والو، ما عندهاش الناس اللي يخرجوا من الجبل من دراريه، ما كانش، ما فيهاش الارهاب كاع. المصيبة هذه احنا في الاول ولا غير عند باليه، لا ذاك السيد باباه مرفق ولا يطلبوا منه دراهم ويجوا، كي بان ما كاين والو راح ما بيمش على الدراهم ولا بيم يقتلوا العباد وخلاص. احكي لنا على الام تاعو، كيفاش عايشه الفقدان تاع الام تاعو؟ على اليوم هاي تباراليزات من تخمم والبكا بزاف. في الاول طلعت لها طنسيو لعينها ولات ما تشوفش، ولينا نجريو عليها الطبيب. من بعد من البكا دايما انا نسمع في الليل كي نفطن هكذا نسمعها تبكي، ما نقول ما نبغيش نقول انا ثاني يعني كيما انت راه عايشين، لا انا نصبر وهي تبكي في الليل، ما نسمع غير كي تبكي في الليل. بالعقل دروك تباراليزات والله ما بغات تنساه كاع، ولا دروك عندها مرض مزمن ما تقدرش تمشي حتى نطبعوها. وهذا مكان وخذوها في وليدها العزيز، هذاك هو وليدها الكبير اللي الاخر كاين. هو وليدكم الكبير؟ هذاك هو وليدنا الكبير، كاين خو الدوزيام، كاين جوج خوه، هو الكبير اللي فاطن وقافز، هذا الاخر اللي باقي مسكين مع عيان على راه. كاين الحاج، كيفاش عشت الفقدان تاعك؟ مازالك تعيش في الفقدان؟ ضربتني الزنزله، وليت كي المهبول، الاخر وليت كي المهبول، ما لا خدمه لا والو، الفقر والزلط، ونجري منه وجري منه، الخبز عندنا نكريديوه. ما كانش لا غالب، جرينا تجري على وليدك، ما كانش الوقت تخدم باش نخدم ولا باش نشري الخبز ولا غير الكريدي، الخبز نكريديوه. وما كانش اللي يحس بيك من الفاميليا ولا ويخافوا، هذاك الوقت مام لو كان يجيو باش يعاونوا يخافوا لا يشوفهم يدوروا معنا ولا غير يجيو يهزوهم ثاني. مش عارف شكون حنا اللي ريبنا بانتاغول نتاع الامريكان، يعني كامل جو ضدكم؟ ماشي ضدنا، من الخوف بعدوا عليكم، من الخوف يبعدوا، ما يقدرش يخالطكم، ما يقدرش يمشي معكم، ما يقدرش يعاونك من الخوف، ماشي به ما غيظنا نمشيو لا، ما يغيظك مي بصح ما يجيش يعاونك خاطر يخاف من روحه ويديوه حتى هو. كان ذاك الوقت اللي يسقسي كاش حاجه كذا برك يطير، وما كانش الخبر نتاعو ما يبانش. هذه يا حقرا ناس موحشين، ناس نادو يقتلوا، البليزير يقتل، المهم عنده مزيه كي يقتل ويقتل وخلاص. مانيش عارف الجنس هذا منين جا، منين العباد منين يخرجوا، راك تشوف كيفاش الحاله يداروا لنا. حس بلي وليدك راح مظلوم؟ هذه باينه بيان سان، لا مظلوم، ماشي فوق الظلم اللي هي. فوق الظلم، ما كان حتى حاجة على شي يروح هكذاك، على شي يروح ضحية، ما كان حتى سبة، ما كان حتى سبة، سبحان الله.
دوك هادو الناس عندهم غرض باش يقتلوا خلاص، وما عندهم الحساسيه القتلة، يقتلوا كي يقتل يروح فرحان لماليه بصح ولا غير يهبلوا في الاخر، غير كاع يهبلوا يوليو مهبولين كاع. كيقولوا السنوات السوداء اي المأساة الوطنية، واش تعني لك انت؟ واش يقولوا السوداء؟ السوداء السوداء هما سودوها كي داروا المصالحة، داروا المصالحة على حساب الفقودين تاعنا. واش المصالحة؟ مصالحة باش ما يعقبهمش في الشرع هذوك اللي كانوا يقتلوا كفرهم. الرئيس هذا تاعنا ضمن فيهم وكفرهم وقال لهم هذه مسائل داخلية ما دناوش لهم، ما يحبوا يجوزوهم في الشرع قتالين 200,000 ولا شحال اللي قتلوا نوماما ما يروحوش باطل. ثم كنتوا مع الاول مع المصالحه، خاطر على بالكم باللي معليش نسامحوا بينونا برك ولادنا. ايه هذا ما كان ايه بصح. ما كنتوش ضد المصالحه انتم وما راكوش ضد المصالحه. احنا ما شاورونا، ما سقساونا، ما قولنا الا تقبلوا ولا ما تقبلوش، ما والو. داروا المصالحه بينهم، صلحوا لوحدهم لنفسهم باش ما يشارعوهم حتى واحد، باه ما يديهم باش جناس ما يضحكوش علينا. داروا قال لك احنا تفاهمنا تصالحنا. انا ما تصالحتش، انا ما كنتش فرحان، انا ما كنتش في المصالحه باش على جال وليدي باش ما يبانش. انا المصالحه يبين لي وليدي. ويبين لي وليدي نصلح، مي ماشي ما عندي حتى مصالحه مع هذه المصالحه نتاعهم اللي داروا. داروها بينهم، داروهم باش ما يتحاسبوش. انتم تاني ما كنتوش طالبوا المحاسبه، راكم طالبوا الحق تاع ولادكم. وين راهم ولادنا؟ احنا قلنا يناتونا ولادنا وين مدفونين برك، ونسامحوا لهم، سامحوا لهم الطلب اللي يدفنوا وليدي نشوفوا برك هذا مكان نسمح لهم. كي وين مدفونين؟ يعني فقدت الامل ماهوش حي. بيان سور هاو فقدت الامل. مع هذاك الوقت كيما كان الحوار تاع النهار مع غنزار، قال لهم ما كان حتى واحد اللي مازال حي، والحباسات في الصحراء ما كانش. هو هكذا سرح، هو اللي كان على راس القتيل، على راس القتيل، على راس القتالين. الحاج اليوم كي جيت لعند المكتب تاع المفقودين سمعت باللي بان مفقود، ما ولا لك شويه الامل؟ ما ولا ليش، ما ولاش الامل، خاطر علاش ما باينش باللي محسوبه انسان من جا واش صحابو اللي خلاه ولا باش يبقى لي الامل. جا طيب بالك بان هذا يزيدوا يبانوا الاخر. انا نعرف ولا يبانوا شغل مهبولين ما يبانوش يا ما الاخر. انا كان ما مهبول غير يبان برك، معليش يكون مهبول لا كيما بيان سور يكون عمش واميان وما كانش والو ونقبل به. هلكو الناس بزاف، هلكو الناس يديهم من ديارهم ويقول له ما تهضر ما والو، ما تقولش انا ديتك انا من دارك، ما داوهم من دار من باب احسن. انا ديالي انا وليدي داوهم واحد يقول لهم من البيار وما يحبوش يهضروا، واحد يقول لك من البور بسوبر سانك وراي سوبر سانك. هاي هاو مات سيدي راح الدربه وكاش ما دخل الدربه بصحيبان، وراه الطوموبيل، وراه وليد بوشريطه اللي راه معاه. انا فهمت باللي وليد بوشريطي يطلبوا له الدراهم ويطلقوهم، يبان ما كاين والو. هذه اللي كنا في الاول يعني ما فقدناش الامل برك، ومن بعد نهار اللي بان ما كاين والو خلاص عرفنا باللي قتلوهم ورموهم، ما بانتش الاخر حتى الطوموبيل ما بانتش، وكا غير الطوموبيل نتاعو نتاع عمو مسكين وعمو قليل سلفها له برك. هذه هي الحكايه، قتلوا 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 شبعوا القتيلات. يعني مازالك تحوس لحد الان مالغري بعد 21 سنه غياب، بصح مازالك تحوس على الحقيقه. نحوس تبان الحقيقه، يبان ميت وخلاص، يبان وين راه ميت. مثال لو كان يجيني واحد ملي حضروا فيه في القتيله ويقول لي شوف نحكي لك بصح ما تحكيش، ما نحكيش، يقول لي برك ها وليدي كيف صار له وها وين دفناه وما تهضر حتى ما واحد. والله ما نهضر، ما نبيعوش، ما نهضر له، ما نقولوش هكذا ولا خاطرش على بالي يولي هو راسه في اللعب. وكا غير يجي واحد يقول لي ها وليدك واش قال وها وين ميت، والله ما والله ما نهضر به وما نسرح به كاع، نحلفك بالله. ما كانش واحد راجل هكذا وليد فاميليا وجا وعنده القلب وجا قالها لي هكذا.
وهذو اللي قتلوا هذو ما عندهمش القلب كاع، ما يجيوش ما يقولوليش، وحوش هذو ماشي عباد، وحوش وما استغفر الله ربي ما عندهمش والديهم، هذو ما عندهمش الاصل، ما عندهم ولا دين لا ملة. أو يقتل الإنسان بذلك باري ما دار والو يقتلوه، ما كاش منها. أنا عييت باغي نقول لك نروحوا نروحوا ما كاين والو عليهم ربي، وما يخلصوها كاع غالية، والله ما يموتوا بخير كاع، غير كاع اللي تسبوا في الشيء هذا غير كاع يموتوا مخصوصين، يموتوا مهبولين، يموتوا مرض، ويموتوا ما تسمحش. ما نسمحش وربي ربي يخلصهم، والله غير يخلصوا قبل ما يموتوا، غير يخلصوها غاليه، يشتاقوا الموت ان شاء الله. والزوجه تاعك ثاني فقدت الامل بلي وليدها مات؟ بيان سور فقدت الامل. بالك انت اللي دخلت لها في راسها؟ لا بلا ما ندخلش في راسها، ما بان حتى والو، ما هذيك الحومه كاع ما بان حتى واحد جا من كاش يعني، ونسمعنا بلي خرجوا لها ما كاين والو، ملي رحت انقطعت قتلوا الاخر قتلوهم كاع ما بان والو. واحد المره زعما واحد من الالمان كي كنا درنا في هذيك كل شيء ممكن درتو عليه؟ ايه بثنا الالمان قال لي ودي راه وباينه وهنايا، فرحنا قلت له الاخر بات لي التصويره نتاعو والبريه بات لنا التصويره بان ماشي هو، رجعت له قلت له كثر خيرك ماشي هو، حنا هذيك الوقت فرحنا برك، مي ما كانش تاع النهار اللي فرحنا ما كان والو. قلت بلاك راح بلاك تلقوه من الحبس ولا خرجوه وهرب ولا هربوه ولا خلص درام كاش واحد وهربوه راح من بان ماشي هو ديك الساعة خلاص، ما على بالي بلي قتلوه. قتلوه ما يخليوش، قتلوه 200,000 عبد ياو ما يحسبها غير الفم برك. الناس بكري يقولوا الجرح مع الوقت يبرى، لكن عائلة المفقودين مع الوقت راه يزيد. اش ما يبراش، يبقى مدموم هكذا، يبقى دائما انفيكسيون فيه، في الانفيكسيون يبقى دائما سيسيل، ما يبراش، خاطر ماشي قال دار لاكسيدا مات ويا مات وصبروا ولا كاش تحرق بالنار، ما داوه ما بانش حتى الان. حنا يوريونا برك وين التراب اللي مدفون الاخر، والله نسمح لهم دنيا واخره، غير تولي التراب وين برك وين دفنوه وين رماوه. يعني باش نهار تحب تفكر وليدك عندك بلاصه وين عندي بلاصه، عندي بلاصه وعندي قالها لك وليدي وين ميت لا باين، خلوك معلق بين السماء والارض ما كاينش والو، وحقره ما يخليوكش تشكي، ما يخليوكش تشري كلامي، ما يخليوكش تدير والو. لكن الان تبدل القانون زاد دوكا، ولات عندك الحريه تهدر، ولات عندك الحريه تبحث، رساله تاعك للمسؤولين تاع دركا واش تقول لهم؟ رساله دركا ماذا بيا لو كان يكون عندهم ضمير حي ويكون عندهم الشجاعه ويكشفوا الحقيقه كما كانت، كما كانت ما بغات تمر نقبلوها، بصعب الحقيقه برك. المسؤولين دروك يا اخي ما عندهم حتى ذنب في الاول، اللي نعطونا بركي واش وقع في الاول الحقيقه هما ما كانوش فيها بون، الا ماشي هما نعطونا واش وقع كيفاش صارت وكيفاش الاقتلاع هذه كيفاش صارت وكيفاش داوهم وكيفاش الاخر، وما معليش نقبلوا ونقبلوها الحقيقه، الحقيقه برك الحقيقه، ماشي تبقى هكذا الحاله مخبيه، كل واحد يقول لك انا خاطيني انا خاطيني انا خاطيني. و 200,000 اللي مات وراه شكون اللي صار؟ هذاك الوقت وقت النزار، وقت زار وعال، هو في الوقت نتاعو اللي قتيله هذاك اللي ما يبانش دروك ما كانش باين توفيق، هذو هما اللي قتلوا العباد، هما اللي قتلوا. إذاعة تاعنا هي إذاعة باسم كل المفقودين، واش تقدر تقول أنت باسم المفقودين؟ لا ما عندي حتى تعليق على هذا الشيء، هذا انسان راه تسمى نظلم ويسنا من هذا الشيء هذا، ولا بالنا بلي ما عندناش صوت يسمعوه، ما حاسبيناش بشر، ما حاسبيناش عباد يهضروا باسمنا، باسم الشعب، هو الشعب ما كاش منها، انا ماشي موافق مع الشيء اللي كيديروا، اضعف الايمان ماهيش قابل في قلبي. ويقول لك الشعب بالشعب ومن الشعب والشعب راه راضي علينا والشعب راه مقينا، ما كاش منها، ما حاسبيننا، ما دايرين لنا قيمه، ما دايرين لنا حساب كاع، الشعب هذا تاع الجزائر مهمش،
مهمش همشوه تاع الصح حقروه ما عنده تاع صوت ما عنده حتى كلمه يسمعوها منه كاش. كلمه اخيره كلمه الاخيره نقول لك الله ينصر الحق والله ان شاء الله اللي تسبب فيها ان شاء الله يخلصها عند ربي غالي ان شاء الله وان شاء الله يبان الحق وان شاء الله مالين الباطل يخلصوها كما خلصنا احنا كما حرقونا يحرقهم ربي ان شاء الله وهذه هي الكلام وان شاء الله ربي مع ذو الناس اللي فقدوا لهم اللي راحوا لهم ولادهم ان شاء الله وعائلتهم ان شاء الله ربي يصبرهم وربي يعاونهم وخلاص هذا ما كان أيوة. نشكرك سيد حريدي على قبول الدعوة وإن شاء الله تبان الحقيقة على خاطر 21 سنة من الاختفاء نقدر نقولوا بركات جاء الوقت اللي لازم نرتاحوا فيه من الشكل اللي راكوا فيه ولادنا حيين ولا ميتين ميتين وين راهم حيين وين راهم. أما أنتم مستمعين الكرام نشكركم على حسن الاستماع ونعطوكم موعد جديد في الأسبوع القادم مع عائلة أخرى من عائلات المفقودين إن شاء الله.